طيب احنا هندي بريف كده عن المحاضرات اللي فاتت عملنا فيها ايه. احنا حطينا الريسورسز وحطينا الكوست على البرنامج بتاع البرمافيرا، وابتدينا نحط الديوريشن والريليشن شيبس على برضو برنامج البرمافيرا. النهارده ان شاء الله هنكمل، هنشوف ازاي هنحط الانجينيرنج بارت في برنامج البرمافيرا، وازاي هنعمل له لينك للاكتيفيتيز اللي عندنا. قبل ما نبتدي بس نشوف الناس، في حد كان عنده أي مشكلة في المحاضرات اللي فاتت، عنده أي أسئلة؟ مدة الأنشطة المفروض بتتحسب على حسب البرودكتيفيتي، بس غالبا بتتحسب، بيبقى هو أصلا إحنا عندنا مدة المشروع البداية والنهاية محددة، فبناء عليه بيبقى عندنا الديوريشن المتاحة لينا لكل بند بالفعل تقريبا شبه محددة يعني. ومن خلال الخبرة تقدر حضرتك تحدد نسب كل نشاط من التوتال الديوريشن بتاعت المشروع تبقى قد ايه. لكن لو عايز تحسبها بقى بالورقة والقلم، هتقدر تجيب الكوانتيتي وتضربها في البرودكتيفيتي وتشوف انت عندك كام ريسورس، ومن تقدر تطلع منها الديوريشن. هي الموضوع اتريتيف، بمعنى ان هو ايه يعني، كل ما زودت الريسورسز كل ما قلت الديوريشن. فانت بتحط ديوريشن من الخبره بتاعتك، وبعد كده بتشوف منحنى الريسورسز اللي عندك هل هتقدر تحققه ولا لا. لو هتقدر تحققه بتبقى الديوريشنز اللي عندك كويسه، مش هتقدر تحققه وبتقدر بتبتدي تلعب بقى في الديوريشن، تمطها شويه يعني، تشوف لها طريقه يعني. احنا ممكن نعرف كل ده من الاكسل. احنا بنستعمل بريموفيرا في الحاجه اللي ما ينفعش الاكسل يعملها. احنا عندنا كل اكتيفيتي عملنا له بريك داون وعرفنا ايه البنود بتاعته بتاعت البي او كيو، نقدر بقى من خلال دي نحط بقى الماتيريال، نحط الكوست الدايركت كوست، نقدر نحط اي حاجه. هو احنا عاده ما بنعملش كل الماتيريالز اللي في المشروع، بنعمل حاجه اسمها لونج ليد ماتيريالز. يعني ما فيش اهميه ان انا احط كميه الاسمنت اللي في المشروع مثلا، بما ان الاسمنت حاجه متاحه وفي اي وقت اقدر اشتريها، لكن مثلا لازم احط الاسانسيرات، لكن لان الاسانسيرات بيحتاج انك تعمل لها بيرشز اوردر او طلب شراء قبل ما توردها بمده معينه، وده هنتطرق ليه النهارده في برنامج البريمافيرا. هنشوف ازاي هنقدر نحط الماتيريالز بتاعتنا ونربطها ببرنامج البريمافيرا. طيب هنبتدي على طول، بس قبل ما نبتدي نتاكد ان الشير شغال عند الناس كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا دلوقتي وصلنا ان احنا عملنا البرنامج الزمني بتاعنا وعملنا الريليشن بتاعتنا، واصبح عندنا برنامج زمني في انشطه وفي كوست وفي ريسورسز وفي الريليشن شيبس ما بين كل الانشطه المفروض موجوده دلوقتي. لو انا عايز اظهر الريليشن شيبس بالخطوط زي ما عملناها المره اللي فاتت، بضغط على علامه السهم دي اللي هي اسمها ريليشن شيب لاينز، بتظهر لي علامه الريليشن شيب. انا النهارده عايز اضيف الانجنييرنج ووركس. الانجنييرنج ورك دي حاجه مهمه جدا، ولازم بتكون معمول حسابها من البرنامج الزمني علشان اعرف امتى هقدم الشوب دروينج وامتى هقدم الماتيريالز، علشان ما تاثرش على الانشطه بتاعتي. ورغم ان احنا عملنا الديوريشن وعملنا ريليشن شيب ما بين الانشطه كلها، الا ان ممكن في نشاط معين او ماتيريال معينه تغير لي في السيكونس اللي انا عامله او في تاريخ بدايات او نهايات الانشطه. فتعالوا نبتدي على طول ونضيف بند في الاكتيفيتي كودز بتاعتنا. احنا عندنا دي الاكتيفيتي كودز بتاعت المشروع، البروجكت، التايب اوف ورك، ديفيجن اوف ورك، الفلور. فالبروجكت ما فيهوش مشكله. عندنا التايب اوف ورك كنا بادئين على طول باللي هو السب ستراكشر، لا هنضيف بقى حاجه هنا كده كمان فوق هنسميها انجينيرنج وورك. وبيقصد بالانجينيرنج ووركس دي اللي هي كل ما له علاقه بتقديمات او الابروفال بتاع الماتيريال والشوب دروز. بعد التايب اوف ورك هاجي في الديفيجن اوف ورك هقسمه لاثنين، هقسمه لشوب دروينج وهضيف بند تاني للماتيريالز.
بعد كده هاجي في الفلور او ممكن يبقى هنضيف عندنا اول فلورز خلاص. طيب تعالوا بقى نبتدي كده نضيف كمان قبل الانجينيرنج وورك نضيف واحده كده خانه اسمها جنرال مايلستونز. جنرال مايلستونز دي المفروض بيبقى فيها كل التواريخ المهمه عندي، ودي لازم تبقى سيكشن موجود في البرنامج الزمني بتاعي. طيب لو انا هقفل بقى دوت وهضيف نشاط جديد وهسمي النشاط ده البروجكت ستارت، ده هيبقى تاريخ بداية المشروع. طيب تاريخ بداية المشروع ده هو الديفولت اكتيفيتي تايب، بيبقى معمول ديوريشن او معمول تاسك ديبندنت. فده انا عايز اخليه مايلستون، فهاجي هنا من خانه الجنرال اخلي ده ستارت مايلستون يعني تاريخ بدايه. ستارت مايلستون يعني تاريخ بدايه، وفينش مايلستون يعني تاريخ للنهايه. المايلستون كلمه مايلستون نفسها معناها حاجه مهمه، ودي كانوا زمان بيعملوها الانجليز، كانوا بيبنوا خط سكه حديد فكان يجوا عند كل مايل ويحطوا حجر، فطلع يعني حاجه مميزه يعني بحيث يعرفوا هم عملوا كام ميل، فمن هنا طلعت تسميه المايلستون. هنيجي بقى نعرف المايلستون اللي هو البروجكت ستارت ده من الكودز بتاعتنا، وهنعمل له اساين ونقول له ده تبع الجنرال مايلستون، وده تبع الاول فلورز. يجي عندنا الديفيجن هنا طبعا، وعامله ديفيجن 2 سايت وورك، يبقى لازم نجيب حاجه في الديفيجن نسميها جنرال. هنرجع تاني من الاكتيفيتي كودز من الديفيجن اوف وورك، هنضيف واحده كمان هنا كده ونسميها جنرال. طيب وارجع اعمل تاني اساينمنت لدوت الاكتيفيتي اللي اسمه ستارت، وهاجي هنا على الديفيجن اوف وورك واسميه جنرال. كده اصبح عندي السكشن بتاع جنرال مايلستونز جاهز ان انا ابتدي احط فيه الاكتيفيتيز. طيب اول حاجه عندي هتبتدي الحفر. اشوف انا بادئ الحفر من تاريخ بدايه المشروع، ده طبعا مش منطقي لان انا مش هستلم المشروع النهارده، هحفر بكره. فلازم عندي اول حاجه ان انا هيبقى عندي في حاجه اسمها موبيلايزيشن. والموبيلايزيشن وورك دي غالبا اللي هي المكاتب والاوفيسز وكده، حط لها مثلا ديوريشن 30 يوم، ودي هتبتدي بعد بدايه المشروع على طول. هظهر العلاقات من هنا، دي بتبتدي بعد بدايه المشروع على طول، ونفترض ان هي بتاخد ديوريشن لمده 30 يوم. بعد كده هخش في القسم بتاع الشوب درونج. انا دلوقتي عملت مكاتب، بقى عندي مكاتب، بقى عندي مهندسين هيبتدوا يشتغلوا ويقدموا الشوب دروينج. فباخد هعمل بند جديد اسميه مثلا اكسكافيشن شوب دروينجز، واخلي البند ده تبع القسم بتاع الانجينيرنج، ده تبع الانجينيرنج وورك، ده تبع الشوب دروينج، وهيبقى بالنسبه للفلور بتاعه هيبقى بتاع الاندر جراوند. هحط له مثلا 15 يوم. نقدر نقسم برده كمان الشوب دروينج شوب دروينج سبميتال وشوب دروينج ابروفل، يعني انا بقول ان انا هعمل هقدم الشوب دروينج بتاعت الحفر، وبعد كده الاستشاري هيراجعها ويديني عليها ابروفال. فانا هاخد ده كوبي واعمل له بيست تاني،
وسمي ده شوب دروينج ابروفل. طيب انا مش هقدر ابتدي امتى في الشوب دروينج سبميتال؟ هقول ان انا هبتدي بعد الموباليزيشن ما تبتدي مثلا وليكن ب 10 ايام. فاعملها هنا ستارت تو ستارت، وهاجي من الريليشن شيبس وهعمل لاج 10 ايام بتاعنا. احنا كنا عملنا السكشن الجديد ده اللي هو اسمه الانجينيرنج وورك، عملنا مثلا الشوب دروينجز، عملنا الاكسكافيشن شوب دروينج سبميتال، حطينا لها 15 يوم، ووضحنا ال 15 يوم دول احنا حسبناهم ازاي. احنا افترضنا ان اللي احنا هناخد 5 ايام في تقديم الشوب دروينج، الاستشاري هياخد 5 ايام عشان يراجعها ويرجعها لي تاني بشويه كومنتس، هاخد انا 5 ايام تاني علشان اعمل الكومنتس دي واقدمها فور فاينل ابروفال. فدول الثلاث خمسات بيساوي 15 يوم. المدة دي ممكن تتغير على حسب الظروف بتاعت الموقع عندي. بعد ما عملت الشوب دروينج سبميتال، عملت بند تاني اسمه شوب دروينج ابروفال، والشوب دروينج ابروفال ده بيبتدي بعد 5 ايام قلنا من الشوب دروينج سبميتال. ده المدة اللي المفروض الاستشاري بيراجع فيها الشوب دروينج وبيعتمدها لي على حسب ما موجود في العقد عندي، ان هو بياخد 5 ايام او 10 ايام او 20 يوم حسب ما المدة المتاحة. علشان لو حصل تأخير من عند الاستشاري في الابروفال يبقى باين في البرنامج الزمني ان سبب تأخير البند الفلاني هو الابروفال بتاع الشوب دروينج اللي رقمها كذا. فدي مهمة جدا ان انا احط في البرنامج الزمني بتاعي اي حاجة ليها علاقة بالاستشاري او المالك في الابروفالز. عملنا قسمنا الشوب دروينج لاندر جراوند اللي هي الحفر، وبعد كده الفاونديشن. عندنا جراوند فلور كولوم، جراوند فلور سلاب، فيرست فلور كولوم، فيرست فلور سلاب، وهكذا. وربطنا كل واحده من دي، كل شوب دروينج ربطناها بالكونستراكشن اكتيفيتي بتاعها. يعني هنا لو وقفنا على الفيرست فلور سلاب هنلاقي ان السكسسور بتاعها الفيرست فلور سلاب اند ستيرز. يعني مش هقدر ابتدي الفيرست فلور سلاب اند ستيرز غير لما يكون عندي ابروفال من الشوب دروينجز. فلو انا عملت مثلا الفيرست فلور سلاب، عملت عليها فلتر علشان نشوف كده علاقه البنود ببعضها، الفلتر هقول له اديني الاكتيفيتي نيم اللي بيحتوي على كونتينز فيرست فلور سلاب، وهقول له ابلاي. هو هنا طلع لي الشوب دروينج بس، علشان احنا مسمينها هنا فيرست مش اف. فممكن اجي هنا كده واقول له جو تو عشان يظهرها لي برضو. انا عندي في مده ما بين الابروفال بتاع الشوب دروينج وتنفيذ البند، المده دي اللي هي عباره عن فلوت بتاع الشوب دروينج ابروفال اللي هو تقريبا شهرين. لو البند ده اتاخر مفيش مشكله ان البند اللي وراه مش هيتاخر. لكن زي ما قلنا احنا كان عندنا كريتيكال بتاع الحفر، فلو بصينا على البند بتاع الحفر اكسكافيشن وعملنا عليه فلتر، هنلاقي ان بند الحفر كريتيكال، بمعنى ان انا مش هقدر ابتدي حفر غير لما الشوب دروينج عندي تكون ابتدت. وهلاقي ان اللي محدد لي تاريخ بدايه الحفر هو تاريخ الابروفال بتاع الشوب دروينج. واحنا قلنا ان هبتدي مثلا هبتدي في بند الحفر، لكن مش هقدر اخلصه غير لما يكون عندي الشوب دروينج كله خالص.
اتكلمنا كمان على موضوع الماتيريالز، ان انا عندي لازم يكون عندي في ماتيريالز متوفره علشان اقدر ابتدي التنفيذ. فعندي باك فيلينج ماتيريال سبميتال وباك فيلينج ماتيريال ابروفال. عندي قلنا هنقسم الماتيريال لاربع حاجات، ان انا هقدم الماتيريال كماتيريال الاستشاري للاعتماد، بعد كده هاخد عليها اعتماد اللي هي الماتيريال ابروفال، بعد كده الماتيريال بروكيورمنت لو هتتصنع او هتيجي من بره او هتتجهز، هاخد دوري في المصنع علشان يطلعوا لي الباتش بتاعت الماتيريال بتاعتي، فده بنسميه بروكيورمنت. بعد كده يبتدي الدليفري، وغالبا ما يكون الدليفري على مده معينه، ما بيجيش في وقت واحد، فانا بكتب اول دليفري واخر دليفري وبربطهم بربطهم بتواريخ التنفيذ عندي. يعني الستيل دليفري ده هنلاقيه مربوط بالرينفورسد كونكريت فور فوتنج. انا مش هقدر ابتدي الرينفورسد كونكريت فور فوتنج، مش هقدر ابتدي الخرسانه المسلحه بتاعه القواعد غير لما يكون عندي بالفعل ستيل في الموقع. فدي بتتربط مع بعضها. واتكلمنا المره اللي فاتت برضو عن الماسونري، وان احنا كنا مقدمينه واخدين عليه ابروفال وابتدينا الدليفري، بس لقينا الدليفري بتاعه بدري قوي عن تاريخ تنفيذ البند بتاعي، فاخرنا الدليفري علشان يتناسب مع تاريخ تنفيذ البند. يعني برضو ممكن يبقى الدليفري السابق لميعاده قوي ما هوش محبذ، لان ممكن ما يكونش عندي مكان اخزن فيه المواد او كده. فلو عملنا فلتر على الماسونري بس، هنلاقي ان احنا عندنا اول بند هيبتدي في 27 يناير، واحنا فعشان كده حطينا شرط ان احنا مثلا مش عايزين نبتدي التوريد غير في اخر نوفمبر او 21 نوفمبر، بما ان مش هيبقى عندي مكان في الموقع اخزن فيه كميات المباني كلها. فده برضو كان من احد الحاجات اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، ان احنا ازاي نعمل الانجينيرنجز بتاعتنا سبميتالز وابروفال، وازاي نعرف امتى الماتيريال هيحصل لها بروكيورمنت وامتى هتوصل للموقع. خلينا نرجع لكم تاني نشوف كان حد عنده اي استفسار في الجزئية اللي فاتت. في حد عنده استفسار؟ طيب انا شايف الاغلب منكم بيقول انه فاهم لغاية الجزئية دي، وفي اتنين عندنا بيقولوا ان هو مش فاهمين. يا ريت اللي مش متابع معانا من البداية او جاي جديد او كده يراجع المحاضرات اللي فاتت عشان يقدر يعرف احنا بنتكلم عن ايه. لو في حد متابع معانا من البدايه وعنده مشكله يا ريت يقول لي ايه هو الجزئيه اللي مش فاهمها علشان نعيدها تاني. 80 او 90% من الانشطه، والهدف مش ان احنا نعمل انشطه، الهدف ان احنا نطبق، حتى لو في حاجات احنا حاطينها ما هياش منطقيه قوي، علاقات او ديوريشنز او كده، فاحنا الهدف من ان احنا بنبين الطريقه والناس بتكمل بعد كده على حسب المعطيات اللي عندها. المحاضره اللي فاتت يا جماعه قلت لكم للاسف انا بعد ما خلصت المحاضره اكتشفت ان انا ما سجلتش غير 15 دقيقه بس، مش عارف ليه، علشان كده النهارده انا غيرت البرنامج وجبت برنامج تاني. فانا ممكن اعيد جزء من اللي عملناه في المحاضره اللي فاتت بحيث الناس تعرف احنا عملنا ايه. نعمل جزء تاني في الماتيريال مثلا، نحط له البنود بتاعته ونربطه بالعلاقات علشان نعرف احنا عملنا ايه في الشوب دروينج وعملنا ايه في الماتيريال. خلينا ناخد جزء الشوب دروينج وناخد جزء الماتيريال نعملهم جداد. طيب هنرجع تاني للبريمافيرا. هنا احنا كنا وصلنا في الشوب دروينج لغايه ما عملنا ال، احنا كده عملنا الكولومز وعملنا لغايه الثيرد فلور، وصلنا الكولومز والسلابز. طيب تعالوا نحط كمان الماسونري. طيب خلينا نيجي تاني من الجراوند فلور.
طيب انا كده وصلت لمرحله ان انا عايز اضيف الشوب دروينج مثلا بتاعه المباني. طيب يعني انا حطيت الشوب دروينج بتاعه المباني، حطيتها على الشوب دروينج بتاعه الخرسانات يعني او الساب ستراكشر، هتبقى العمليه سايحه في بعضيها قوي. انا كده يبقى عايز اضيف ليفل عندي للاكتيفيتي كودز، اضيف ليفل زياده علشان ابتدي افصل الشوب دروينجز عن بعضها. يعني ممكن شوب دروينجز دي نخليها بدل ما هي شوب دروينج نخليها او نخليها ايه سوبر ستراكشر شوب دروينج او سيفل شوب دروينجز. فمن تولز اسف من انتربرايز من اكتيفيتي كودز انا هاجي ادور على الباند اللي اسمه شوب دروينج، وهخلي ده خلي اسمها سيفل شوب دروينجز، ودي هخليها سيفل ماتيريالز. اول ما بغير هنا هلاقي دي طبعا اتغيرت معايا. هضيف بند جديد وهسميه فينيشينج مثلا شوب دروينجز، علشان بس افصل تبقى العمليه سهله شويه. طيب ولو خدت هبتدي اخد واحد من الجراوند فلور اي حاجه عشان تبقى نفس الكود واعمل لها بيست. ممكن اقول له دونت شو ذيس مسج تو مي اجين واوكي، وبعد كده هاجي من الكودز واعمل لها اساين واقول له خلي لي الشوب الباند ده تبع الفينيشنج شوب دروينج، وابتدي اخد الفينيشنج شوب دروينجز بتاعتي بقى اكمل عليها. فلو دوت ممكن بقى اقفل السيفل ماتيريالز دي واقفل السب ستراكشر كله انا مش عايزه، واقفل كمان السوبر ستراكشر. انا هنا بادي من الماسونري ووركس، فهعمل هنا كوبي بيست ماسونري ووركس شوب drawings submittal وهدي له 15 يوم، وشوب drawing approval وهدي له كمان 15 يوم. زي ما قلنا ان احنا رابطين الشوب drawing ببعضها بما ان عندي فرقه واحده هي اللي شغاله في الشوب drawing، فانا هقول ان هشتغل في الشوب دروينج بتاعت الفينيشنج بعد ما اخلص الشوب دروينج بتاعت الكونستراكشن. فانا هاخد لينك من هنا فينيش تو ستارت، وهقدر اظهر اللينكات بتاعتي من هنا وهنا فينيش تو ستارت، وزي ما اتفقنا الريليشن شيب اللي احنا حاطينها سالب 10، وهعمل سكيدول لان انا ببتدي عندي في 20 فبراير، وباخد اول ابروفال 27 فبراير، وده طبعا بعد تاريخ الماسونري وورك اللي عندي. فانا لو عملت الماسونري وورك ستارت وستارت هنا وعملت سكيدول اتزحزح عندي تاريخ شويه بدايات الماسونري، بس بما ان الماسونري فيها فلوت فما فيهاش مشكله. يعني ادام ما هي فيها ليها فلوت ما مش هتاثر على تاريخ نهايه المشروع، فاصبح انا ما عنديش مشكله ان انا اخر بدايه المباني شويه. طيب ده كان بالنسبه للماسونري وورك بتاعت الجراوند فلور. طيب ممكن اخد دول كده، عايزين نعمل بقى للفيرست فلور، فقلنا هنعلم على واحده بس، وهنيجي من الريليشن شيب نقول له اساين، اسف هنيجي من الكودز نقول له اساين ونختار البروجكت.
بعدين نعلم على الاثنين كوبي، ونقف على الجراوند فلور نقول له بيست، وبدل ما هي جراوند فلور نخليها فيرست فلور. وناخد دي فينيش تو ستارت ونعمل ران. لما عملنا كوبي بيست للبندين دول، العلاقات الداخليه اللي ما بين البندين اتاخدت معانا، بمعنى ان العلاقه اللي ما بين الماسونري ابروفال شوب دروينج ابروفال والسبميتر اتاخدت معانا، فدي ميزه ان احنا ناخد كوبي بيست البندين مع بعض. باقي ان انا اربط الماسونري ابروفال بالماسونري نفسها، انا هقول له هنا ستارت تو ستارت، هنا 19 مارس بدأت معانا تمشي، مش هتبقى اتأخر لنا حاجة خلاص. هعمل تاني نفس الحكاية للسكند فلور، هقف على واحد بس، بعد كده هاجي من الكودز واقول له اساين من البروجكت، هعلم بقى على البندين واخدهم كوبي كليك يمين بيست، وهاجي على السكند فلور واعلم على السكند فلور، وهاجي من هنا اقول له ده فينيش تو ستارت وهعمل له ران. بعد كده اربط البند ده بالسكند فلور، ده هقول له ستارت تو ستارت. واضح عندي ان في فرق ما بينهم كبير، ده 9 ابريل وده 11 ماي، فانا هعمل سكيدول تمام كده. هاجي كمان على الثيرد فلور واتاكد ان الكود عندي مفتوح، لان احنا زي ما اتفقنا ان انا لو عملت علمت الاثنين وعملت كوبي بيست هلاقي الاساين بتاعت الكود دي ما هياش اكتف، فلازم ان انا هعلم على واحده بس، بعد كده هاكتف الويندو بتاعت الكود اللي بختار منها الكود، بعد كده اعلم على البندين بتوعي كوبي وبيست، واجي على من الفلور واختار الثيرد فلور نفس ما زي ما اتفقنا هنا فينيش تو ستارت، وهاجي هنا على الثيرد فلور هقول له يا مباني ما تبتديش غير لما يكون عندي ابروفال، بدايات الابروفال بتاعه المباني، وهعمل سكيدول. انا كده خلصت الثيرد فلور، واقدر اخش على الروف فلور كمان كليك، وبعد كده اعمل اساين واختار البروجكت، بعد كده اخد البندين دول كوبي واعمل لهم بيست، وبدل ما هما ثيرد فلور اخليهم روف فلور، وهعمل هنا فينيش تو ستارت، وهاجي على الابروفال اقول للروف يا عم الروف ما تبتديش غير لما يكون عندي ابروفد شوب دروينج، واعمل سكيدول. كده انا عملت الشوب دروينج، حطيت التواريخ الشوب دروينج بتاعتي بتاعت الماسونري. وممكن لو عملت سمرايز بقى كده سيفل شوب دروينج، بعديها على طول هتلاقي الفينشينج شوب دروينج، هنا السيفل ماتيريال اقدر احط بعد كده الفينشينج ماتيريالز، بس خليني قبل ما اشتغل في الفينشينج ماتيريالز ارجع لكم اشوفكم الامور واضحه عندكم ولا لا. شايف خمسه بس اللي جاوبوا، ست انا عايز 12 واحد الموجودين يقولوا. نرجع للبريمافيرا تاني نشتغل في الجزء بتاع الماتيريالز. انا عندي سيفل ماتيريال، هعمل جزء تاني واسميه الفينيشنج ماتيريال من الاكتيفيتي كودز. سيفل ماتيريالز هضيف بعديه كود تاني
واسميه finishing materials. واخد اي بند من هنا اعمل له كوبي بيست، بعدين اخد الكود بتاعه اجي على التاب بتاع الكود واعمل له اساين، ومن البروجكت اقول له ده خليه لي finishing materials. تعال نشوف ايه الفينيشنج ماتيريالز اللي عندي. هناخد مثلا السيراميك تايلز، اجي ده اخليه سيراميك تايلز ماتيريال سب ميتال، واخليه يبتدي بعد اخر سب ميتال عندي. احنا عملنا السيراميك تايلز، فاحنا عندنا فعلا سيفن ماتيريالز احنا ممكن نخليها الباك فيلينج والستيل والماسونري، لكن السيراميك تايلز ده المفروض ندخله في الفينيشنج ماتيريال. يبقى ده هنعمل لده الموف اوريدي، وهنيجي على السيراميك تايلز من الكود هنقول له خللنا ده، نعلم على دول كده ونقول خللنا ده دوت فينيشنج ماتيريالز، ونبتدي نضيف بعديهم الماتيريالز اللي بعدها. طيب انا عندي سيراميك، عندي ستون مثلا، ستون بابينج، اخد البند ده اقول له اد، اقدر اضيف بند من هنا اقول له بيست ستون بابينج، اخد مثلا 25 يوم سب ميتال واربطه بعد اخر سب ميتال عندي. لو انا عندي فريق واحد هو اللي بيجهز السب ميتالز بتاعت البرنامج، بعد كده ستون بابينج ده يبقى ستوف بابينج ماتيريال سبميتال. عندي ستوف بابينج ماتيريال ابروفال، كمان هاخد له 25 يوم وفينش تو ستارت. بعد كده عندي كمان ستوف بابينج بروكيورمنت، اخد ده ماتيريال بروكيورمنت، سوري ماتيريال بروكيورمنت. احط له مثلا 100 يوم. طبعا دي مش البروكيورمنت، دي مش مثلا، دي بتتاخد ارقام حقيقيه كونفيرمد من السبلايرز. يعني انا ببتدي اراسل السبلايرز كلهم واقول لهم والله انا عندي كميه ستون بافنج قد كده، هتقعد تعمل فيها بروكيورمنت قد ايه، والدليفري بتاعك هيبقى من كام اسبوع. لازم المعلومات دي عندي تبقى جاهزه. لو مش جاهزه عندي انا بعمل لها افتراضيات وابتدي اديها للبروكيورمنت مانجر بتاعي او مهندس المواد او المسؤول عن المواد، واقول له والله اعمل لي كونفيرم واديني فيدباك. هو هيقول لي المده دي كفايه، لا المده دي طويله، المده دي قصيره، وارجع اعمل ادجستمنت تاني للبرنامج الزمني بناء على الفيدباك اللي باخده من البروكيورمنت مانجر. فانا عندي بروكيورمنت، بعد البروكيورمنت عندي ماتيريال ديليفري، مثلا 120 يوم، ودي فينيش تو ستارت، ولما بيبقى في لاج حطه مثلا سالب 20 يوم واعمل رن. طيب انا هنا بقول ان انا مش هقدر ابتدي الستون بابينج دوت غير لما الماتيريال عندي تكون جاهزه، فانا باخدها اول واحد ستارت تو ستارت، وباجي على اخر واحد في الستون بابينج لازم اعملها فينيش تو فينيش.
يعني عشان اخلص البند ده منطقي ان انا يكون عندي، لازم يكون عندي الدليفري كله جاهز، وبعمل رن. اصبح عندي هنا ده الفينيشنج ماتيريالز. خلينا ناخد كمان مثال تاني، خلصنا الرف فينيشز، ناخد البينتنج وورد. اضيف بند هنا واسميه بينتنج وورد. ممكن بقى انا اضيف كمان اكتيفيتي كودز تانية يا جماعه، واعمل الماتيريال سبميتال لوحدها تبقى متسلسله مع بعضها، ماتيريال ابروفال لوحدها، ماتيريال بروكيورمنت لوحدها. يعني ده طبقا لكميه الاكتيفيتيز اللي عندي. كل ما زادت كميه الاكتيفيتيز اللي عندي، كل ما كان ان انا ازود في الاكتيفيتي كودز يكون افضل، اذا يكون عندي المشروع متقسم كويس. فانا عندي بينتنج ووردز على ماتيريال سبميتال، وده هنحط له برضه 25 يوم، وهنبتدي ليكم بعد ده اعمل له ران. بعدين بينتنج برضه كوبي بيست، بس المره دي بقى ماتيريال ابروفال. وده فينيش ستارت. كمان عندي ماتيريال بينتنج وورك بروكيورمنت، هنحط له مثلا 70 يوم، خليه فينش ستارت. ده عندي ماتيريال ديليفري للبينتينج. ماتيريال ديليفري ده كوبي بيست. دي بقى ناخدها مثلا 150 يوم، فينيش تو ستارت من هنا سالب 20. زي ما قلنا ان الديوريشن بتاعه البروكيورمنت والماتيريال المفروض انا براسل للسبلايرز كلهم وباخد منهم التواريخ، دي هي اللي بحطها عندي في البرنامج. التواريخ دي بتبقى مهمه. كمان في حاجات بنسميها اللونج ليد، زي مثلا الحاجات هتيجي من بره، اسانسيرات او بمبات او تشيلرات او اي حاجه، دي اللي بركز عليها قوي ودايما بعمل لها تراكنج، ولازم هنشوف كمان هنعمل لها اكسل شيت ازاي نعمل تراك للماتيريال من اول ما نقدم لها في سبميتها لغايه ما توصل للموقع. هبتدي اربط البينتنج وورك بالستارت، بالستارت بتاع اول نشاط. بعد كده هقفل جراوند فيرست سكند سير، وهاجي على اخر نشاط واعمل فينيش تو فينيش، اعمل ران سكيدول. تمام كده يبقى احنا خدنا فكره ازاي هنعمل الماتيريال والشوب دروينج الانجينيرنج. وازاي نربطهم بالبرنامج الزمني. خلينا نرجع لكم تاني ونسالكم. طيب ممتاز، انا شايف معظم الناس بتقول ان هي، انا عايز اعرف بقى مين اللي بيقول ما يقدرش يكمل لوحده. جس ثلاثة مشروعات. طيب البريمافيرا دي تول من ضمن التولز، احنا حطينا دلوقتي على البريمافيرا، عملنا المين لاينز بتاعت الانجينيرنج وليكن الشوب دروينج مثلا، عملنا ان اكسكافيشن شوب دروينج سبميتال المفروض 15 يوم، وعندنا التواريخ بتاعتها. طيب
طيب الاكسكافيشن شوب دروينج سب ميتال ده انا ممكن يكون عندي مثلا اربع اجزاء للتقديمات وممكن يكون عندي تفاصيل يعني عندي بلانات عندي سكاشن التفاصيل بقى التفاصيل دي ما فيش منها فايدة ان احنا نحطها على البريمافيرا احنا هنحطها على اكسل شيت وهنحط لها بلان ديت ان تطلع لنا المفروض نعمل كام شوب دروينج في اليوم او في الاسبوع او whatever وهنبتدي نعمل تراكنج للشوب دروينجز عن طريق الاكسل شيت دوت كمان بيطلع لنا الفوركاست نمبر بتاع الشوب دروينج بتاع المشروع كله الموضوع ده بيبقى من ضمن تقارير المتابعه بعد كده بتقول لهم والله انا كان عندي بلان مثلا ان انا اقدم 15 شوب دروينج وقدمت ال 15 او قدمت 16 او قدمت 14 انا اهيد ولا بيهايند وترى الحاجه اللي انا اهيد او بيهايند فيها دي هتاثر على تاريخ نهايه المشروع ولا لا هاجي على البريمافيرا وهاجي على السيفل شوب دروينج والفينيشنج شوب دروينج واخدهم كده كوبي وهعمل لهم بيست على البريمافيرا على الاكسل اسف وابتدي احول بقى شويه الكلام دول لاكسل شيت احترافي جدا لعمل تراكنج للشوب درونز طيب انا هبتدي اول حاجه اعلم دول انا عايز الستارت وعايز الفينش مش عايز البادجت كوست لان دول ما لهمش بادجت كوست هناخد دول ونعملهم كولوم كده ممكن بقى اضيف خانه هنا اعمل انسيرت واعمل ان فورمات سيلز من الالاينمنت اخليهم كلهم سنتر للهورزنتال او ممكن اعلي من هنا واخلي السنتر من هنا كده نفس الفكره طيب دلوقتي انا عندي اكتيفيتي اي دي مش عارف هستفيد بيه ولا لا طب اخليه دلوقتي انا عندي الاكسكافيشن عندي المدة بتاعته 15 يوم وعندي تاريخ بداية وتاريخ نهاية فكل واحدة من دي انا المفروض هدي الجدول ده كده للتكنيكال مانجر بتاعي او المسؤول عن الشوب دروينج وقول والله اعمل لي انسيرت بقى لكل شوب دروينج موجودة عندك تحت البند دوت وادي التايم لاين بتاعك عندك من تاريخ البدايه لتاريخ النهايه للتقديمات المفروض تدينا تفاصيل عن كل بند من البنود دول المفروض هو هيحول لك بقى اللي احنا عندنا كام 30 بند رئيسي دول هيبقوا مثلا 300 او 600 على حسب كميه الشوب دروينج اللي عندك بس خلينا نفترض شوية مسميات ونحطها ونشتغل على أساسها. أنا عايز أنظم شوية الشيت بتاعي وفي نفس الوقت بفكر معاكم إزاي أنظمه وما أخلش بإن أنا بعد كده أضيف أعمل كوبي بيست من البريمافيرا. وممكن أضيف خانة جديدة هنا كده وسميها ديفيجن واجي على السيفل عشان ابقى عارف ان دول كلهم سيفل
واسمي دول سيفل. بعد كده اخد الفينيشنج واسمي دول فينيشنج. ممكن اضيف خانة تانية واسميها الفلور، واخلي ده يو جي يعني اندر جراوند، وده اخليه جي اف يعني جراوند فلور. الحاجات دي هتفيدني بعد كده قوي لما اجي اعمل سورتنج او اجي اعمل فلترنج او كده. ده اخليه اف اف فيرست فلور كوبي بيست. بعد كده سكند فلور ثيرد فلور. خلاص ارجع عيد تاني جراوند فلور، ده الماسونري جراوند فلور، فيرست فلور، سكند فلور، ثيرد فلور، وده الروف فلور. طيب ابتدي اميز الهيدر بتاعي من البولد مثلا. طيب انا عايز بقى اقسم كل واحده من دول لاربع اجزاء مثلا. بعمل انسيرت واحد اثنين ثلاثه اربعه. طبعا المفروض هيبقى عندي المعلومات دي، بس انا هفترض ان انا بحطها. انا هيبقى عندي الاكسكافيشن شوب دروينج ده متقسم بارت A بارت B بارت C بارت D، وفي كمان بقى في ديتيلز انسيرت. فانا هكتب هنا مثلا اكسكافيشن شوب دروينج، مفيش داعي بقى كلمة سبميتال دي، خليها بارت A A B C D A B C D، ونعمل واحدة للإكسكافيشن شوب دروينج ديتيلز. طيب مبدئيا انا هخلي الباند بتاع البرمابيرا كده هديله لون مميز.
علشان ايه تبقى المواضيع ما هياش سايحة عندنا. طيب هل انا محتاج كلمة اندر جراوند دي؟ انا مش محتاج كلمة الفلور بقى خلاص، لان انا عندي هنا الفلور حطيتها في خانة. هشيل بقى الكولوم بتاع الفلور ده، ملوش لازمة عندي، او الرو بتاع الفلور ده خلاص مش عايزه. انا عايز فينيشنج دي، مش عايزها لان مكتوبه هنا خلاص. كمان هشيل الكولوم دي. طيب انا عايز اقول له اعمل لي حاجه ظريفه. طبعا ده هيساوي ده، واعمل دراج بقى كله يساوي اللي فوق، ونفس الحكايه هنا بقى ده كله بيساوي اللي فوق، يعني ده بيساوي ده وده بيساوي ده وهكذا. طيب انا عندي 15 يوم اقدم فيهم الخمسه بارتس دول، وطبيعي ان اول بارت هيساوي الستارت ديت اللي عندي. يعني احط اول بارت ده بيساوي الستارت ديت اللي عندي، انا كده بدات. طيب البارت الثاني انا عايزه ال 15 يوم دول عايز انقص منهم 5 ايام، يبقوا 10، علشان يبقى لو في فرصه ان انا اعمل ريفيو حاجه اتقدمت وعايز اعمل لها ريفيو. طيب خلينا ده يساوي مثلا ده كل يومين هقدم شوب دروينج. كده بقى عندي 5 جولاي تمام، وانا عندي لغايه 15 جولاي، يبقى انا كده اخر واحده اقدمها يوم 5، اللي الشاري هياخد 5 ايام عشان يراجعها، يبقى كده يوم 10، يبقى عندي لسه 5 ايام عشان اقدم ريفيجن تاني. طيب ايه تاني ممكن نحطه في الشوب دروينج تراكنج دوت؟ طب خليني ارجع لكم كده اشوفكم صاحيين معايا ولا ايه. معلش انا بسالكم كل شويه انتوا معايا ولا لا، علشان ما احبش ابقى انا شغال في وادي والناس مش متابعه معايا. طيب ممتاز، نرجع نكمل. طيب انا عندي عايز اضيف كم عمود كده اهوت، عايز اضيف عمود هنا، اسف، عايز اضيف عمود هنا. العمود ده عايز اسميه سبميتال نمبر. يعني ايه سبميتال يا جماعه؟ اي حاجه انا بقدمها للاستشاري او للمالك المفروض يكون ليها رقم، رقم المراسله، فده اسمه سبميتال، ده هنسميه سبميتال نمبر، يعني رقم الصادر زي ما بيقولوا في بالعربي، ده سبميتال نمبر. السبميتال نمبر ده مش مسموح له انه يتكرر، لكن مسموح له ان هو يبقى ليه ريفيجنز. فانا هعمل هنا ريفيجن نمبر. بمعنى ايه ريفيجن؟ يعني انا قدمت الشوب دروينجز دول او البارت ده قدمته برقم صادر كذا، برقم صادر رقم واحد. الاستشاري رد عليا واعطاني كود سي، يعني مش ابروف، قال لي ريفايز اند ري سبميت. فانا هرجع اقدم نفس السبميتال بنفس الرقم، لكن هديله ريفيجن جديد. الريفيجن الجديد ده يدل ان 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 ان, إن, إن انا عدلت في حاجه، ولكن نفس المعلومات او نفس السبميتال اللي انا كنت مقدمه لك قبل كده انا عملت الكومنتس بتاعتك
وبرجع اقدمه لك تاني. فطبيعي ان كل سبميترز نمبرز بتاعت دي هتبقى زيرو، الريفيجن نمبر بتاعتها هتبقى زيرو. طيب هنا كمان انا عايز اضيف خانه وممكن ناخدها من هنا كوبي، انسيرت كوبي سيلز علشان تبقى واخده نفس الفورمات. بس للستارت ده مش هسيب ستارت، هخليه بلان ستارت. كويس، انا عايز الكتابه تنزل تحت بعضيها، انا عايز بلان تبقى في برو والستارت تحتها برو تاني، فهوسع الرو ده شويه وهاخد ده كده واعمل له فورمات سيلز واقول له اعمل لنا وارب تكست علشان لو المساحه دي قليله يعملها على حين. البلاند ستارت هيقابله اكشوال سبميتال ديت. بمعنى ان انا المفروض كان بلاند انها تتقدم في التاريخ ده، لكن هي اتقدمت في التاريخ ده. ممكن يكون التاريخ الاكشوال سابق او لاحق، ممكن نخليها اكشوال سبميتد، بلاش كلمه دي اكشوال سبميتد. تعالوا ناخد السيكونس بتاعنا. انا عملت لها اكشوال سبميتد في التاريخ الفلاني. طيب لما عملت لها اكشوال سبميتد رجعت لي من عند الاستشاري في تاريخ معين، فانا هعمل هنا الريتيرن ديت. يعني بعد ما قدمتها في التاريخ ده رجعت لي في التاريخ ده. طيب بما ان انا عندي في العقد في مده محدده، ممكن احط هنا بقى بلاند ريتيرن ديت. لو احنا قلنا ان الريتيرن المفروض يبقى بعد 5 ايام من التقديم، يبقى هكتب ده يساوي الاكشوال سبميتال زائد 5 ايام. طيب لو انا عملت المعادله كده وسكت، هلاقي دايما دي طالعه لي ب 5 يناير 2000، فانا هطور المعادله شويه واقول له هدي له قاعده اف، اقول له دي يساوي اف وافتح قوس، لو هنا الرقم ده اكبر من الصفر يعني في قيمه، يبقى الكونديشن بتاعي ان ده زائد 5. ولو ما حصلش الشرط ان الخانه دي اللي هي جي 4 اكبر من الصفر، حط لي القيمه بتاعتي بصفر. طب هو حطها بصفر فطلعت صفر في التاريخ اللي هي 0 يناير اصفار دي، فهو برده كده يبقى المعادله اللي انا عملتها ملهاش لازمه لان هي بقى اوريدي اكتر من صفر. طيب يبقى انا هقول له ده يساوي ده الاكشوال سبميتال زائد 5 ايام. كويس، لكن هرجع له اقول له بقى طب تعالى لي بقى حط لي شرط، حاجه اسمها كونديشنال فورمات، عشان انا مش عايز اظهر اللون ده. هقول له الفاليو لو السيل فاليو ايكوال تو زيرو، الفورمات ايه بقى؟ الكونديشنال فورمات هيعمل لي ايه؟ هخلي لون الخط بتاع التاريخ ده ابيض، مش هيبان عندي. فانا هاجي هنا هقول له من النمبر، اسف، من الكلر، واخليه ابيض. وفي الحاله دي هعدي له المعادله تاني اللي هي بتاعت اف الخانه دي
اكبر من الصفر يبقى الشرط بتاعي ده زائد 5. لو ما تحققش الشرط ده حطها لي بصفر. شوف حضرتك مش ظاهر هنا حاجه، لا هو في حاجه، لو انا ظللتها كده هتلاقيها 0 يناير 2010 لكن هي مش باينه لان قيمه الخانه بصفر. طب لو حطيت ده مثلا، لو حطيت ده 27 جون هتلاقي ده اوتوماتيك ظهر لك معاك باللون بتاعه. طيب خلينا نطبق المعادله دي تاني علشان لو في حد ما فهمهاش. انا هدي له معادله شرطيه، هقول له يساوي، اقول له اف لو، افتح قوس بيقول لي اكتب اللوجيكال تيست يعني العلاقه بتاعتك. انا عايز اقول له لو القيمه دي اكبر من الصفر، يعني لو الاكشوال سبميتال ديت في رقم، هيعمل لي ايه؟ هيخلي لي قيمه الخانه اللي انا واقف عليها بتساوي الاكشوال سبميتال ديت زائد 5 ايام. واقفل القوس. طب لو ما تحققش الشرط ده، طب يا عم يبقى حط لي قيمه السيل اللي انت واقف عليها بصفر واقول له اوكي. زي ما احنا شايفين هنا اعطاني الصفر في لما يبقى الفورمات بتاع السيل ديت او يعني تاريخ، بيطلعه لي زي ما انتم شايفين كده. طب انا عايز اقول له لو قيمه الخانه دي صفر خلي لي لون الخط اللي جوه الخانه ابيض بحيث ما اشوفوش، ما يعمليش مشكله. فانا هعلم على دول كده، اقول له كونديشنال فورمات، وهقول له نيو رول، هقول له لو السيل فاليو او فورمات اونلي سيل ذات كونتينز، هاجي على السيل فاليو هقول له ايكوال تو، لو السيل فاليو بتساوي زيرو اللي هو في الحاله اللي احنا فيها ديت السيل فاليو بتساوي زيرو. هنعمل فورمات، هنعمل ايه بقى؟ هنيجي على الكالر، بدل ما هو اوتوماتيك اسود لا هنخليه ابيض واقول له اوكي. خلاص كده بقى عندي الخانات دي ما هياش ظاهره لان هي بقى لونها ابيض بنفس لون الخلفيه. خليني ارجع لكم تاني واسالكم فاهمين الجزئيه دي. خلينا نرجع لكم تاني ونشرح قاعده اف على مثال كمان ونكمل. وانت لما تشوف المعادله هبعت لكم ملف الاكسل ده اخر المحاضره، لما تشوف المعادله هتلاقي ان الموضوع سهل ما فيهوش حاجه صعبه. ويا ريت لو تتعب شويه وتعمل ريسيرش على الانترنت وتعرف معادله اف بتشتغل ازاي. طيب معلش خلينا نرجع تاني لملف الاكسل بتاعنا وهنشيل معادله اف دي، يعمل لها ديليت ونعملها تاني. انا بقول له عشان اعمل اي معادله في الاكسل لازم ابتدي الاول اكتب يساوي، بعد كده المعادله بتاعتي اللي هي اف، وافتح قوس عشان ابتدي المعادله بتاعتي. بيقول لي اكتب اللوجيكال تيست او العلاقه بتاعتي، اقول له لو الخانه دي اكبر من الصفر. انا حاطط له شرط، الشرط بتاعي ان الخانه دي تكون اكتر من الصفر. لو الشرط ده اتحقق فاليو اوف ترو يبقى الخانه اللي انا واقف عليها دي بتساوي ده زائد 5 ايام. واقفل القوس. طب لو الشرط ما اتحققش، لازم احط كوما يا جماعه على فكره، لازم احط فاصله فاليو اوف ترو. لو الشرط ما اتحققش يبقى خلي الخانه اللي انا واقف فيها بصفر بس، واقفل القوس وانت الموضوع سهل وبسيط يعني. طيب نرجع نكمل. اصبح ان انا عندي دلوقتي البلاند ستارت عملناه بمعادله ان هو يساوي ده، الاكشوال سبميتال ديت ده هيبقى تبع الاكشوال كل تاريخ اللي انا عملته، اوتوماتيك بيرجع لي البلان ديت امتى. طيب انا عندي بلان ديت، طيب انا عايز دلوقتي اكشوال actual return date، ده التاريخ اللي رجعت فيه فعلا
الشوب دروينج او وات ايفر. طيب لما هو رجع لي الشوب دروينج في التاريخ ده المفروض هيرجعها لي بكود. الكود دوت عباره عن ايه؟ دايما احنا بنقول الكود لو هو كود ايه معنى ذلك ان خلاص ابروفد ويزاوت اني كومنت، يعني انا كده عدلنا العيب زي ما بقول. لو رجعها لي بكود بي يعني ماشي الحال خلاص ابروفد بس في شويه كومنت خلي بالك منه، بس مش محتاج ان انا ارجع الشوب دروينج او اعمل لها ريسبميتال تاني. طب لو رجعها لي بكود سي، كود سي يعني عندك كومنت بس لازم ترجع تعمل ريسبميتال تاني للشوب دروينج بتاعتك. فهنا هنا هنعمل هنضيف خانه عمود ونسميه بس نفضيه الاول نسميه الاكشن كود اللي احنا اتفقنا زي ما قلنا ايه يعني ايه وبي وكذا. طيب الاكشن كود ده اوتوماتيك هيتبني عليه ستيتس. الستيتس يعني اوبن او كلوز. يا ممكن بقى نعمل برضو الستيتس كود ده معادله. هنقول له لو الاكشن كود ده A او B يبقى الستيتس كلوز، خلاص الموضوع اتقفل. لو الستيتس كود لو الاكشن كود C يبقى الستيتس اوبن. طيب تعال نعمل المعادله دي. ونشوفها هتيجي معانا ازاي. نقول له يساوي اف وافتح قوس. طب المعادله دي كبيره يا جماعه بلاش نعملها دلوقتي. المعادله دي كبيره بلاش نعملها دلوقتي، خليها مره ثانيه عشان الناس ما تتلخبطش. طيب انا عندي وصلت لغايه الستيتس واصبح عندي المفاجاه بقى ان شويه هنا هنخليها شوب دروينج بارت ايه، شيل كلمه اكسكافيشن دي، شوب دروينج بارت بي ان هي بالفعل تحت كلمه تحت الاكسكافيشن. المفاجأة بقى إن أنا أقدر آخد، تخيلوا أنا خدت وقت طويل قد إيه إن أنا أعمل الخمسة دول، بس اللي أنا عملتهم بمعادلات بحيث إن هي أوتوماتيك. لو أخدتها كده كوبي وعملت هنا insert copy cells هتديني التواريخ بتاعة كل واحدة أوتوماتيك. خلاص تخيلوا بقى إن أنا ممكن آخد كده كوبي وأعمل insert copy cells هنا، آسف insert copy cells كمان copy insert اوف سوري control z copy انا كده بمعادله واحده بصف واحد من المعادلات قدرت ان انا اطبقه على كل الشيت بتاعي. يعني كل الشيت ده، وطبعا هتلاقوا التواريخ بتتغير، يعني التواريخ دي غير التواريخ دي غير التواريخ دي. يتبقى بس عندي موضوع يوم الجمعه ده وهنحله سوا عشان ما يبقاش ان انا عندي تاريخ يوم جمعه. ادي كوبي insert code cells كوبي insert code cells.
وكل ما كان الموضوع اوتوميتد يعني مربوط معمول بمعادلات، كل ما سهل عليك كتير قوي ان انت تعمل ابديت في المستقبل او حتى تعمل مونيتورنج في المتابعه بتاعتك. عملنا انسيرت كوبيت سيلز كله هنا. معلش هي مملة شوية بس احنا عايزين نكملها للآخر عشان هوريكوا دلوقتي ايه فايدة ان احنا عملنا الشيت دوت. اصبح عندي هنا التواريخ اوتوماتيك اتعمل لها ادجستمنت على حسب الستارت بلاند ستارت بتاعي بتاعت كل واحدة. دي مش محتاجينها كمان خلاص. طيب خلينا نرجع لكم. انا زودت المحاضرة شوية 20 دقيقة كمان. طيب خلينا نرجع لكم يا جماعه ونسالكم، واضح الموضوع لغايه كده؟ في حد عنده مشكله؟ والبشمهندس عمر لما عدنا المعادله الثانيه ترى فهم؟ ده احنا لسه ما عملناش حاجه في الاكسل يا بشمهندس عمر، الاكسل ده برنامج رائع جدا جدا جدا. طيب خلينا نخش بقى نشوف ايه فائده اللي احنا عملناه. احنا عملنا دلوقتي الاكسل شيت دوت، هنسيفه. عملنا الاكسل شيت دوت، اول حاجه هعملها اقوم جاي معلم على الروز دي كلها كده ونازل بيها لتحت خالص، ومن الداتا عامل فلتر. طيب انا كراجل بلاننج انجينير في الموقع بتاعي عايز اقول للناس بتوعي والله المفروض يقدموا الشوب كام شوب دروينج في خلال مثلا شهر جون وجولاي. فهاجي من البلاند ستارت من الفلتر، هلاقي عندي متقسمه على حسب السنين لان هو قاريها كديت. هفتح السنين وهشيل كله واعلم على جون وجولاي واقول له اوكي هي ديت الشوب دروينج المفروض تتقدم في جون وجولاي. طب لو عايز جون بس هعمل فلتر، افتح ده اشيل جولاي اخلي جون واقول له اوكي، يبقى انا عندي اثنين شوب دروينج بس المفروض يتقدموا في جون. طب لو عايز اعرف كام شوب دروينج هتتقدم كل شهر على واحده، اقدر بقى اخدها من هنا. انا عندي جون اثنين، جولاي، اعد دول هيظهر لي كام شوب دروينج هنا الاكونت 20، وهنقدر نعمل التقارير بتاعتنا. يبقى انا كده الكباستي بتاعتي ان انا شغال كل شهر بقدم 20 شوب دروينج غير بالريفيجن بتاعهم. ده الرقم ده ممكن يكون كتير ممكن يكون قليل على الكميه اللي عندي، بس انا كده عطيت انديكيشن ادي الشوب دروينج اللي المفروض تتقدم على الويكلي والمانثلي وايز. كمان لو حطينا هنا في الحاله دي بقى انا مش عايز الاوريجينال ديوريشن دي، اقدر اعمل لها هايد، وكمان مش عايز الفينش اقدر اعمل له هايد، ويبقى عندي الاكشوال سبميتال ديت. طب تعالوا نشوف هنعمل ابديت للكلام ده ازاي.
لو انا جيت قدمت مثلا، هديكوا فكره الابديت بيتعمل ازاي. انا جيت قدمت ديت في 27 جون في ميعادها 27/6، اوتوماتيك البلاند ديت بتاعي المفروض يكون 2 جولاي، وفعلا هو رد عليا في 2 جولاي واعطاني اكشن كود سي. الستاتس بتاعت دي هتكون اوبن. طيب عايزين نحط هنا كمان خانه كوبي انسيرت كوبي سيلز، ونسمي الخانه دي ريماركس ملاحظات. طب دي كان السبميتال نمبر بتاعها مثلا وليكن ديت شوب دروينج سيفل، هنخليها تاخد الحرف سي داش 01. طيب انا بعد ما اخدت السي في 2 جولاي قام جاي واخد كوبي من ده، بس قبل ما اخد كوبي علشان انا المعادلات بتاعتي ما تتلخبطش، انا هاخد ده كده كوبي واخليه values بس. خلاص انا اللي انا عايزه منه ان انا عملت المعادلات واتعملت، فمش عايز المعادلات تاني. هاخد ده كوبي واعمل insert كوبي سيلز، هضيف رو تاني تحتيه واخلي الريفيجن بتاعه بدل ما هو زيرو هيبقى واحد. في الحاله دي البلاند ستارت بتاعتي هتساوي، هخليها تساوي الريتيرن ديت زائد 5 ايام. طبعا كل ده لسه مفيش حاجه، وهنا هعمل لدي كلوزد، ولكن في خانه الريمارك هعمل لها كلوزد باي ريفيجن 1. يعني انا قدمت دي واخدت كود سي، لازم يبقى الهيستوري كله عندي، ورجعت لي في تاريخ 2 جولاي وانا قفلتها لان انا قدمت ريفيجن 1 اللي هو تحتيها. تعالوا ناخد الريفيجن 1، انا المفروض اقدمه في دي المفروض كده في اللي فوقها، المفروض اقدمه في 7 جولاي. فعلا قدمته في 7 جولاي، ورجع لي. ممكن في الحاله دي اخد بقى نفس الفورمولا اللي هنا البلاند، رجع لي هو في 15 جولاي، يبقى هو اتاخر عليا، بس عمل لي كود بي. وفي الحاله دي اعملها برضو كلوز، وهنا مش هكتب حاجه. الكلام ده بيفيدني بعد كده في الهيستوري بتاع الشوب دروينجز كلها، لازم يكون عندي الهيستوري موجود. فانا لو جيت في اي وقت من الاوقات انا عايز السبميتال اللي اسمه سي 1، فهاجي هعمل عليه فلتر، هلاقي ان الريفيجن 0 بتاعه اتقدم في التاريخ الفلاني ورجع في التاريخ الفلاني واخد كود كذا، ورجعت انا قدمته بالريفيجن 1 ورجع لي في التاريخ دوت واخد كود بي، فهو كلوزد ابروفد خلاص. ممكن في الحاله دي بدل ما هو كلوزد نخلي الستاتس بتاعه ابروفد، بحيث نفرق ما بينهم، ما بين الكلوزد وما بين الابروفد. وكده يبقى خدنا بريف عن ال خدنا بريف عن الـ ازاي هنعرف نعمل مونيتورنج بعد كده للشوب دروينج. يا ترى الناس كلها كده ركزت معانا النهارده واستفادت حاجه من المحاضره؟ طيب ممتاز، انا شايف ان الموجودين كلهم الحمد لله استفادوا من محاضره النهارده. قناه اليوتيوب والناس كلها هتبقى مستفيده معانا، وهبعت لكم ملف الشيت الاكسل دوت على الجروب حالا، علشان برضو الناس كلها اللي تبص في الشيت وتعرف المعادلات اللي احنا عملناها ازاي وتبتدي تطبق. البريمافيرا يا باشمهندس عمر احنا بعتناه ولا ايه؟
موجودة يا باشمهندس أحمد على البيو كيو، موجودة على الجروب، هتخش على الجروب هتلاقي البيو كيو موجودة، تقدر تعمل لها داونلود. المحاضرة الجاية هنشوف ازاي هنعمل التراكينج بتاع الماتيريالز، ولو كان في وقت هنخش بقى في البريمافيرا ونشوف ازاي هنعمل التقارير بتاعتنا ونطلع الكاش فلو والمان باور هيستوجرامز. وبعد كده في المحاضرات التانية هنبتدي نشوف ازاي نعمل ابديتنج ومونيتورنج للمشروع بتاعنا. ان شاء الله هرفع لكم المحاضره ديت ان شاء الله على طول، يعني مش هتاخر عليكم فيها. طيب وهنا يكون كده ان شاء الله لغايه كده خلصنا المحاضره، واستاذنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.